السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. وصل المبعوث الأممي الجديد مارتن غريف إلى صنعاء في زيارة هي الأولى له لليمن منذ تعيينه، ومن المتوقع أن يزور المبعوث الأممي عدن بهدف محاولة إحياء المفاوضات السياسية. وتأتي زيارة المبعوث الأممي عقب اتهام المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اتهامه لميليشيا الحوثي برفض مقترحات الأمم المتحدة بشأن السلام في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: فرص المبعوث الجديد في ضوء المتغيرات الجديدة، وتأثير الدور البريطاني في المشهد السياسي اليمني. إذن وصل المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء في زيارة كان من المتوقع لها أن تبدأ من عدن، وتتزامن هذه الزيارة مع تصريحات للسفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، أكد فيها أن الغرب نسي أسباب الحرب في اليمن. وقال مايكل لصحيفة الشرق الأوسط إن القضية الجنوبية لا يمكن معالجتها إلا بعد حل المشكلة الرئيسية بين الشرعية وميليشيا الحوثي. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. ثالث سفير بريطاني وثالث مبعوث أممي هو بريطاني أيضا، أمر قد يبدو من قبيل المصادفة، ولكنها من نوع المصادفات المقصودة في سياق الأحداث التي يشهدها اليمن الذي ارتبطت به بريطانيا لأكثر من قرن ونيف من الزمن. في أول تصريح صحفي للسفير البريطاني الجديد لدى اليمن مايكل أورون، حرص على تذكير الغرب بأسباب بداية الحرب في اليمن والمتمثلة في انقلاب طرف يمني، وصفه بالصغير على الدولة. لكن السفير البريطاني مثله مثل بقية سفراء الدول الغربية لا يرون هذه الجماعة المسلحة الصغيرة التي أغرقت اليمن في حرب قتلت آلاف المدنيين وشردت الملايين سوى جماعة مذهبية وليست إرهابية مثلها مثل القاعدة وداعش. تحدث السفير البريطاني عن زيارة وشيكة للمبعوث الأممي إلى اليمن مواطنه البريطاني مارتن غريفيث إلى كل من صنعاء وعدن والمكلا، وهو نبأ أكده مصدر في مكتب المبعوث الأممي نفسه. لا أفكار جديدة على ما يبدو لسلام وشيك على يد هذا المبعوث، لكن السفير أورون توقع أن يسعى غريفيث إلى البحث في اتفاق يشبه إلى حد كبير اتفاق الكويت الذي انتهى إلى الفشل بعد رفض الانقلابيين التوقيع عليه. السفير البريطاني الجديد عبر في مقابلة صحفية مع جريدة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر من لندن عن موقف حكومة بلاده المؤيد لمهمة التحالف بقيادة السعودية، من حيث كونها مهمة تهدف إلى مساعدة الحكومة الشرعية اليمنية، لكنه استدرك بالقول إننا جميعا نريد حلا، نحن والتحالف والحكومة اليمنية، وأعتقد أن الحوثيين الآن يريدون حلا. تمسك بريطانيا بملف اليمن في مجلس الأمن، ويزداد دورها تأثيرا على الساحة اليمنية الملتهبة على نحو تفسره التحركات الواسعة لوزير الخارجية البريطاني وزيارته المتكررة إلى مسقط في محاولة للوصول إلى حل سياسي تنشغل عنه واشنطن بعقد المزيد من صفقات التسلح مع قائدة التحالف. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وأرحب بضيفي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، ومن محافظة تعز عبد الهادي العزعزي محلل سياسي. أبدأ معك سيد عبد الناصر، يعني مبعوث جديد يصل إلى صنعاء بعد تصريح المبعوث السابق بأن الحوثيون رفضوا كل مقترحات السلام، هل هناك مؤشرات لتقبل الحوثي للمفاوضات القادمة مع المبعوث الجديد؟ مساء الخير وتحية لك وللأخ عبد الهادي. أهلا بك. لا يبدو أن الأمر تغير منذ خروج المبعوث السابق، والآن الأوضاع على حالها، كما يقال الحوثي الحوثي، يعني والجمعة الجمعة. نعم. الحوثيين لم يتغيروا ولن يتغيروا. هذه الجماعة حصلت على السلطة بالحيلة والقوة. نعم. وهي ترسخ نفسها وفقا لمبدأ الحكم إلى ما شاء الله. ليس لديها أي استعداد لأن تتراجع خطوة للخلف، وبالتالي لا أعتقد بأنهم سيتغيروا بأي شكل من الأشكال. نعم. ولهذا ليس هناك من أفق
لأي حل سياسي، رغم أن الأجواء الآن تبدو وكأنها مبشرة بعد تعيين المبعوث الجديد وبعد زيارة السفراء إلى صنعاء، سفراء جزء من السفراء الأوروبيين، والضغوط الكبيرة التي تمارسها الدول الغربية باتجاه تحقيق السلام في اليمن بأي ثمن وبأي شكل. هذا هو ما يريدونه في الغرب، يريدوا فقط مجرد توقف الحرب دون النظر إلى مسبباتها وإلى أسباب استمرارها. نعم، إذن سأعود إليك، أذهب للسيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، كيف تنظر لزيارة المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء في ضوء المتغيرات الجديدة في اليمن؟ أعتقد أولا بالنسبة لزيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء في هذا التوقيت، نعم، هي محاولة لإحياء عهود السلام التي يبذلها، وهي جزء من مهمته الأساسية التي مكلف بها، نعم، أو مكلف للقيام بها. وبالتالي هو يبدأ بمسألة الضغط على الطرف المتمنع كما تقول الأمم المتحدة عن القول في مسألة السلام. الحوثيين كانوا متمنعين، وبالتالي عليه أن يبدأ من نقطة تقريب وجهات النظر. نعم، لكن يعني إذا ما نظرنا إلى الفترة التي قضاها المبعوث الأممي السابق، يعني يفترض أن الأمم المتحدة قد أخذت صورة كاملة عن الواقع. يعني نحن نلاحظ زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء كأن الأمور يعني تأتي لتبنى من الصفر ومن جديد. هي المسألة ليست من الصفر، لكن الجهود السابقة تعثرت، وبالتالي البداية تبدأ من الطرف المتعثر. هو قد كان قابل الحكومة اليمنية وأخذ وجهات نظرها واشتراطاتها، نعم، والآن عليه أن يتجه إلى الطرف الثاني لاعتبار أن هم الأمم المتحدة تنظر إلى أن هناك طرفين في مسألة مفاوضات السلام على الأرض، وبالتالي التعامل مع الطرفين بدرجة أساسية وأخذ التزامات بالموافقة المبدئية أولا. نعم، لكن ما الذي سيميز هذا المبعوث إذا ما نظرنا من ناحية الأداء والدعم الدولي عن المبعوث السابق إذا ما قررنا يعني؟ من ناحية الأداء والدعم الدولي، هناك ضغط دولي من جميع الأطراف، تصريح وزير الخارجية البريطاني واضح، نعم، الأمريكان تصريحات روم واضحة، اشتراطات بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن واضحة في هذا الاتجاه. البريطانيين بدأونا بطرح مسألة العصا والجزرة، أي أن هناك ضغطا لتقديم تنازلات من كلا الطرفين، وهذا هو المحور المقيم في المسألة. نعم، لن يكون هناك سلام حقيقي، لكن سوف يتم ترحيل المشكلة إذا بقى طرف الحوثي ممسكا بالسلاح وبالقوة ما لم يتم عملية تسري على الأرض. كانت مهمة الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يضيق الخناق على الحوثيين لاستعراض القوة بشكل كبير، ضغط حسم مسألة على الأرض، نعم، من أجل أن يكون هنالك ضغطا أو مبررات للسلام. لكن في ظل بقاء المسألة العسكرية بهذا الشكل، أعتقد أن الحوثيين سوف يشترطون كما تشترط الحكومة، هي الحكومة الشرعية. نعم، إذن سأعود إليك سيد عبد الهادي. أذهب لضيفي الآخر سيد عبد الناصر المودع. يعني سيد عبد الناصر، قبل أسابيع كانت هناك مفاوضات سرية بين السعودية والحوثي بشكل مباشر، يعني هل المبعوث الجديد سيبني على نتائج هذه المفاوضات أم أن هناك مسار مختلف برأيك؟ من غير المعروف طبيعة المفاوضات التي جرت أو التي قيل بأنها جرت في مسقط وما هي النتائج التي توصلت لها، ولكن عندما نحلل مواقف السعودية وإشراطاتها أو نقول الحد الأدنى الذي ستقبل به السعودية، الحد الأدنى التي ستقبل به السعودية ألا تكون هناك وجود لجماعة مسلحة حتى في منطقة صغيرة من اليمن، بمعنى حتى صعدة وحولها، نعم، فما بالك بما يريده الحوثيين
وهي السيطرة على صنعاء وعلى جزء كبير من اليمن، اليمن الكثيف السكان، اليمن الحصين بالجبال. إضافة إلى ذلك، السعودية لن تقبل أن يكون لإيران وجود في هذه المنطقة الحساسة جدا، والحوثيين بشكل من الأشكال لن يتخلوا عن إيران حتى لو ادعوا ذلك، لأنهم بالنسبة لهم إيران تظل الدولة أو السند الحقيقي والحليف الاستراتيجي الذي لن يتخلوا عنه. كما أن إيران استثمرت كثير في اليمن، وإيران بالنسبة لها اليمن تعتبر منطقة مهمة جدا، وهي لن تتخلى عنها بكل سهولة. وبالتالي ليس هناك من إمكانية لأن يقبل الحوثي بأن يقدم للسعودية ما تريده بالحدود الدنيا، وليس هناك ما يجعل السعودية وتقدم لإيران والحوثي حتى بالحدود الدنيا. وبالتالي لا يمكن القول بأن المفاوضات التي جرت في مسقط، إن كانت جرت على شكل مفاوضات، بأنها خرجت بنتائج إيجابية، ومن ثم نقول أن المبعوث الأممي سيبني عليها. ولكن يبدو أن السعودية اضطرت لمثل هذا اللقاء تحت الضغط الخارجي عليها من قبل الحلفاء، من قبل الدول الغربية، التي هي أيضا تواجه ضغوطات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بأن توقف الحرب في اليمن. المشكلة الأساسية إذا نظرنا لها من زاوية أخرى، أن هناك مشكلة في إدارة الحرب وليست في الحرب نفسها، بمعنى أن الحرب منذ البداية تاهت عن أهدافها الرئيسية، لم تستخدم الوسائل الصحيحة، أخطأوا في حسابات كثيرة، اعتمدوا على قوى لا تريد أن تنهي المشكلة، بل على العكس ساعدت هذه القوى على تأجيج المشكلة وعلى إطالة عمر الحرب. وبالتالي هناك مشكلة تتعلق بطريقة إدارة الحرب أكثر من مشكلة في هدف الحرب. هدف الحرب إلى حد كبير، جزء كبير من اليمنيين كانوا مع أن السعودية تتدخل حتى لا توجد سلطة على الأرض، سلطة قمعية تستخدم كل موارد الدولة لقمع المجتمع وترتبط في نفس الوقت مع دولة مثل إيران التي كانت جاهزة في ذلك الوقت لأن ترعى هذه السلطة بكل ما تملك من إمكانيات عسكرية ومادية وفكرية وغيرها. وبالتالي الهدف من الحرب، جزء كبير من اليمنيين كانوا على الأقل في ذلك الوقت مع الهدف من الحرب، وهو إضعاف الحوثيين أو حتى إنهاء وجودهم السياسي والعسكري. لكن الطريقة التي أديرت بها الحرب كانت هي المشكلة، ولا زالت حتى الآن هي المشكلة. وبالتالي بعد 3 سنوات ليس المهم، أو لا نقول وقف الحرب ينبغي أن يكون هدف، لأن وقف الحرب في الظرف الحالي والبلد مقسمة بهذا الشكل ووجود قوى كثيرة تتصارع فيما بينها وتتصارع مع القوى الأخرى، هذه الحالة هي صيغة للفوضى وليست صيغة للسلام. ولهذا وقف الحرب في الوقت الحالي لا يبدو أن له مصلحة يمنية ولا مصلحة إقليمية. ربما يكون هناك مصلحة ما للدول الغربية التي تشعر بأن هناك ضغوط شديدة عليها لوقف الحرب. نعم، لكن أيضا هناك تصريح لصحيفة الشرق الأوسط من السفير البريطاني لدى اليمن يقول أنه لا حل في اليمن إلا بالعودة إلى جذر المشكلة، وهي المتمثلة بالانقلاب وحل المشكلة الرئيسية بين الشرعية والانقلاب. هل الموقف البريطاني سيكون مؤثر في أي مفاوضات قادمة؟ هذا التصور إلى حد ما لا يختلف كثيرا عن ما ذكرته، أن المشكلة كانت هي مشكلة الانقلاب، مشكلة إلغاء التسوية السياسية.
الذي قام به الحوثيين. يعني الحوثيين قاموا بأكثر من فقط مجرد انقلاب. هم ألغوا التسوية السياسية وألغوا العملية السياسية في اليمن التي عمرها عشرات السنين، لا نقول عمرها أشهر أو الفترة أو السنوات التي سبقت سيطرتهم، لأنهم بغزوهم لصنعاء بسيطرتهم على السلطة ألغوا الإرث اليمني التراكم الذي حدث في اليمن منذ على الأقل 50 سنة، منذ 62. ولهذا الجذر المشكلة هو سيطرة الحوثيين، وحل المشكلة هو إخراج الحوثيين، إلغاء هذه السيطرة. هذا هو حل المشكلة، إلغاء السيطرة الحوثية على السلطة بأي طريقة من الطرق. نعم. وطبعا الطريقة السياسية لا يبدو أنها فعالة ولن تكون فعالة، والعسكرية أيضا دون العمل السياسي أيضا ليست فعالة. الذي حدث خلال 3 سنوات أنه استخدمت الأدوات العسكرية كثير ولم تستخدم أدوات السياسة، والسبب يعود إلى أنه أدوات السياسة معطلة، لأنه لا وجود لسلطة بين قوسين شرعية تمتلك القدرة على إدارة الشأن السياسي أو حتى الشأن العسكري، وبالتالي تظل المشكلة هي هنا. نعم. المشكلة هي تتعلق بالشرعية، تتعلق وضحت الصورة. نعم. الطرف الآخر لم يمتلك، ليس لديها القدرة لكي يستعيد الدولة، لكي يستعيد الدولة من الإنقلابيين، وبالتالي حل المشكلة هو أن نعيد أو نعيد تركيب هذه السلطة، أن نزيح السلطة الفاسدة الفاشلة هذه ونأتي بسلطة جديدة تكون لديها القدرة ولديها الرغبة بأن تستعيد الدولة من الإنقلابيين. نعم، إذن أشكرك جزيلا، وضحت الصورة. المحلل السياسي عبد الناصر المودع كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. أعود لضيفي المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، سنتحدث عن تصريح السفير البريطاني لصحيفة الشرق الأوسط مايكل أرون، قال إن الحوثيون لا يريدون حلا. يعني هذا التصريح للسفير البريطاني، يعني لماذا تفاوض الأمم المتحدة ميليشيا لا تريد الحل السلمي؟ يعني بماذا تفكر الأمم المتحدة؟ يبدو أن هنالك مؤشرات مما ذكرت من المفاوضات الأخيرة التي كانت تجري بين التحالف العربي قيادة المملكة العربية السعودية والحوثيين لوضع حل، أو قدموا حلولا، لكن الطرح على السفير البريطاني طرحا واضح، هنالك ضغوط، ربما هناك اختلافات بين دول مجلس الأمن في آلية هذه التصريحات، ربما هناك نوعا من الضغط على الإخوة في التحالف العربي لتمرير بعض لتمرير إما صفقات التي نتجت عن زيارة العهد السعودي لبريطانيا وإلى الولايات المتحدة. هذا كان جزءا من الضغوط، والضغوط لا زالت مستمرة. لكن ما مدى وتيرتها؟ ما نتائجها؟ إلى أين سوف تصل؟ لا يمكن أن تحل المشكلة اليمنية دون العودة إلى الوضع استعادة الدولة، إنهاء الانقلاب، تسليم السلاح تحلا جاهل. لكن يبدو أن المشكلة قد تعود بنا إلى عام أشبه بما عرف بالصلح بين الملكيين والثوريين في عام 70، مؤتمري خمر وحرب. نعم، لكن في ضوء التعقيدات الحاصلة بين الشرعية والتحالف والتي وصلت إلى مجلس الأمن في الرسالة الأخيرة التي يعني الشرعية اليمنية تحدد موقف من فصائل داخل اليمن مدعومة من التحالف، ما هي فرص السلام في ظل الخلاف داخل صف الشرعية والتحالف؟ يبدو أن أيضا حتى هذه الرسالة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام لا نعرف بالضبط أو نبذل عليها هي صادرة من حقوق الإنسان أم من وزارة الخارجية أم من الحكومات وأمام موقف الرئاسة، هنالك في عدة إشكالات، لكن هذه الإشكالات أيضا تعد إشكالات داخلية تضعف موقف الشرعية أولا، وبالتالي إذا ضعف موقفها ضعف موقف حلفائها بالتبعية أيضا. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا عبد الهادي العزعزي، محلل سياسي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. معنا سينضم من الرياض مستشار وزير الإعلام
أو عفوا الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني. سيد ياسر مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد ياسر. يعني نتحدث اليوم عن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء، يعني كان من المتوقع أن يزور المبعوث الجديد عدن ثم صنعاء، لكنه شهد في صنعاء أولا، يعني ما الذي حدث وماذا يعني ذلك للشرعية؟ المبعوث الأممي زار الحكومة الشرعية والتقى بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والقوى السياسية المؤيدة للشرعية في الرياض قبل ذهابه إلى صنعاء، وبالتالي نعتقد أن المبعوث الأممي الجديد يريد أن يحرك المياه الراكدة في المشاورات السياسية، ويعني لديه طاقة جديدة وطموح بأن يتم حل القضية اليمنية حلا سياسيا، ولكني أعتقد بأن الميليشيات الحوثية لن يعني تكون مساعدة في الحل السياسي، لأنها رفضت كل الحلول وكل المبادرات الأممية التي كانت ستفضي إلى حل سياسي في اليمن، وبالتالي أنا أعتقد أن البعث الأممي لديه يعني معنويات عالية في هذا الجانب بالوصول يعني بالقضية اليمنية إلى حل سياسي بعيدا عن الحلول العسكرية. نعم، لكن سيد ياسر يعني زار المبعوث الأممي الرياض، يعني كما تحدث أنه قابل الحكومة، لكن الرئيس هادي، هل قابل الرئيس هادي شخصيا وما هي النتائج بشكلها العام؟ نعم، المبعوث الأممي قابل فخامة رئيس الجمهورية بحضور نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزير الخارجية، يعني كانت هناك نقاشات ومداولات على عن أهمية عودة المسار السياسي وكذلك إيمان الحكومة الشرعية وفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي باستئناف المشاورات السياسية المبنية على المرجعيات الثلاث الممثلة في المتمثلة في المخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والآليات التنفيذية ومخرجات والقرار الأممي 2216. المبعوث الأممي أبدى يعني تأكيده أنه لن تتم أي مشاورة سياسية إلا بناء على هذه المرجعيات. نعم. وأنا أعتقد أن الحكومة الشرعية قدمت الكثير من التنازلات لكل المبعوثين السابقين والحالي في الوصول لتسوية سياسية لإنهاء الكارثة التي تسبب بها انقلاب الحوثي ويعني الميليشيات التي تحالفت مع هذه مع جماعة الحوثي، وبالتالي نعتقد اليوم الحكومة الشرعية تجدد كل يوم قبولها بأي تسوية سياسية بأي حلول للخروج باليمن من هذه الأزمة التي تسببت بها الميليشيات الحوثي، ولكن أعتقد أن ميليشيات الحوثي لن يعني تتعامل بإيجابية، ستفتعل المعوقات والمعرقلات أمام المبعوث الأممي الجديد. نتمنى له التوفيق في أن يجد يعني حلول لإنقاذ اليمن وإنهاء هذا الانقلاب الذي يتسبب بكارثة إنسانية. نعم، لكن سيد ياسر يعني نفهم من خلال الزيارة الأخيرة أن المبعوث الأممي لم يأتي بمشروع جديد خارج المرجعيات، وإنما يعني جاء وفق يعني أنه سيبدأ العمل وفق المرجعيات المتفق عليها والمتعارف عليها سابقا. نعم، المبعوث الأممي سيعمل أعتقد عنده رؤى مختلفة عن المبعوث السابق، لكنها لا تخرج عن المرجعيات، يعني من خلال المقابلة مع رئيس الجمهورية والحكومة. نعم، لكنها لن تخرج عن المرجعيات. الحكومة الشرعية أكدت للمبعوث الأممي أنها تقف يعني بكل جدية وتتعامل بكل إيجابية من أجل الوصول لأي حل سياسي لا يخرج على المرجعيات الثلاث. المبعوث الأممي تفهم موقف الحكومة الشرعية، ولكني أعتقد أن ميليشيات الحوثي كما قلت سابقا لن تقبل بأي تسوية سياسية تنهي الانقلاب، لأنه أهم ما يتحدث عنه المرجعيات التي تستند عليها مشاورات السلام هو إنهاء الانقلاب، استعادة مؤسسة الدولة، تسليم الأسلحة. يعني ميليشيات الحوثي ترفض كل هذه النقاط، وبالتالي نعتقد نحن يعني المبعوث الأممي الجديد أمام مسؤولية كبيرة نتيجة استمرار مسلسل التعنت الحوثي، ونعتقد أن ميليشيات الحوثي اليوم في حالة ضعف نتيجة يعني فشلها في إدارة المؤسسات في الداخل، وكذلك يعني الانهيارات العسكرية وعدم استطاعتها أي تحقيق أو إنجاز عسكري على الأرض منذ سنوات.
نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيلا السيد ياسر الحسني صحفي في رئاسة الجمهورية. ومشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام الحلقة، وأشكر أيضا ضيوفي، كان معنا عبد الهادي العزعزي محلل سياسي من تعز، وأشكر أيضا عبد الناصر المودع محلل سياسي كان معنا من العاصمة الأردنية عمان. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله وحفظه.